بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنتكلم على السبلاي تشين او خطوط الامداد. مقصود بها ايه؟ مقصود بيها ان انا وانا ببني المبنى اللي انا شغال عليه ببقى عارف ان ان انا محتاج في الشهر الفلاني محتاج مثلا البلاط او محتاج الاسمنت او محتاج الرخام او محتاج شغل الكهرباء يجي لي في الوقت الفلاني. طيب لو الراجل اللي هو السبلاير او المصنع بعت لي الحاجه دي قبل الميعاد، تمام، يعني انا ما كنتش مظبط الجدول بتاعي فقايل له هات لي اول ما تقدر، فجابها لي في شهر واحد وانا محتاجها في شهر ثلاثة، فمحتاج ان انا اخزن مكان جنب الموقع بتاعي احط في الحاجات ديت، او ادور على مكان ممكن ما الاقيش اجيب مكان بعيد فيبقى في العربيات رايحه وجايه فيبقى في تكلفه جامده عليا مش مستاهله. فلازم اكون متفق مع المصنع من قبل ما ابدا المشروع وابقى عارف الجدول الزمني بتاعي. انا محتاج في شهر واحد محتاج مثلا ان انا ابني الاساسيات، فمحتاج حديد ومحتاج كذا. شهر اتنين محتاج مثلا هبدأ أعمل الحوائط، بعد كده محتاج الأبواب. في شهر تلاتة محتاج مثلا الشغل الكهرباء يبدأ مثلا في شهر خمسة. فبقى متفق مع كل سبلاير. ممكن سبلاير يقول لي لا أنا مش هقدر أجيب لك الحاجات دي في الشهر دوت، فممكن أظبط الجدول بتاعي أعمل حاجة تانية في الوقت دوت، أو إن أنا أتفق مع سبلاير تاني، أو إن أنا أديله مبلغ زيادة مقابل إن هو يجي على نفسه يسهر العمال ويجيب لي الحاجة في الميعاد اللي أنا عايزه. يعني المهم ان انا ببدا ادور على الحلول من الاول خالص مش هفاجئ بيها اثناء ما انا شغال. تمام، كل الحاجات دي بتدخل معايا في البيم اكستشن بلان. دي الخطه اللي بنحطها في اول ما بنبدا المشروع، واحنا بنبدا العقد بنبقى عارفين الحاجات دي هتبدا نخلصها امتى، بحيث اقدر اقول المكان دوت او المول ده انا خلصته في 3 سنين. تمام، فبقى مظبط الجدول اللي هو بيم اكستشن بلان والماستر انفورميشن ديليفري بلان اللي ما دي بي. كل الحاجات دي قبل ما نبدأ المشروع بنبدأ نعملها، وبنبقى عاملين مثلا ملف بالبرومافيرا او بالام اس بروجكت عارفين الحاجات هتيجي امتى والموردين، ومسجل اسمائهم وتليفوناتهم بحيث قبلها بفترة اتصل بيهم اكد عليهم ان هم يجيبوا الحاجات، وعامل جدول زمني وعامل احتياطاتي. لو واحد ما جابش الحاجة في ميعادها بشوف واحد تاني وهكذا. البيمبا بيفيدني في ايه؟ البيم بيفيدني اولا ان انا ببقى عارف بدقه الحاجه انا محتاجها امتى واجيبها امتى. لو انا مش هفاجئ ان في تعرضات فهاخد وقت اكبر على محلها ففاجئ ان الوقت مد معايا شويه او في مشاكل موجوده، لا البيم بيفيدني ان انا بيديني معلومات قريبه جدا جدا من الواقع او قريبه جدا من اللي هيحصل ان شاء الله في الموقع. فعشان كده ببقى عارف الحاجه دي، بقول مثلا لا ده انا عايزها في نص اتنين مثلا، ف ما بقاش اثناء الشغل مفاجاه مثلا في حصلت حاجه غير مفاجاه فاضطرينا ان احنا ناجل الشغل مثلا خلناه في 3 او في 4 او هكذا.